الله أكبر الله أكبر. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. يطل علينا هذا الشهر الفضيل مرة أخرى بكل عظمته وبركاته على مشارفه، بزوغ نور شهر رمضان، على الإنسان أن يتهيأ تهيؤ يناسب هذه العظمة التي لكل لحظة من لحظاته. هذا الشهر الفضيل عظمة فريدة. هذه الآية الكريمة ذيلت بعبارة في بيان فلسفة هذا الشهر العظيم، شهر رمضان. لماذا شرع؟ من الواجبات على الإنسان تجاه هذا الشهر الفضيل هذا الذيل الوارد في الروايات، والتي هذه الآية تنص عليه: ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. هذه العظمة تحتاج إلى تكبير. هذا التكبير يعطي تحفيز وتشويق وحث للإنسان حتى يدرك فالجزء ولو بسيط من هذه العظمة. لتكبروا الله على ما هداكم، هذه لام الأمر، من الواجبات، واجبين. لتكملوا العدة، لازم الإنسان يؤدي الصوم في كل هذا الشهر، فمن شهد منكم الشهر. الواجب الثاني إدراك عظمة هذا الشهر. هناك حالة في الإنسان عادة ما هذه الحالة تعيق الإنسان من إدراك عظمة شهر رمضان. هذه الحالة حالة الألفة. في البداية، في بداية التكليف، الإنسان ما يدرك الأشياء بشكل صحيح،
فلا يمكنه أن يدرك عظمة هذا الشهر الفضيل. ولكن شيئا فشيئا عندما تحصل عنده قابلية الإدراك والاستيعاب، تحصل عنده حالة الألفة، يألف هذا الشهر، هذه السنوات الطوال التي مرت علينا وشهدنا هذا الشهر وصمناه وأدينا بعض الفرائض بعض المستحبات، تدع للإنسان أن يدخل في هذا الشهر الفضيل من دون أن يتلمس هذه العظمة. هذا يسموه الألفة، هذه من طبائع الإنسان، يألف. هذا التكرار، هذه الحالة المتوالية تعطي للإنسان فد انطباع سابق، فلذا لا يكون هذا الشهر عنده شيء جديد. هذا الانطباع السابق وهذه الألفة يجب معالجتها بكل صورة، وإلا لا يدرك الإنسان إلا الشيء القليل جدا من عظمة هذا الشهر. الحالة الاستصحابية مرت علينا سنوات، كيف كنا نتصرف؟ نفس التصرف في الأيام والليالي، نفس الأسلوب، هو هذا الأسلوب القديم، هو هذا التصرف القديم، لم يدع للإنسان مجال لإدراك هذه الرحمة العظيمة الإلهية التي تنزل في هذا الشهر وفي كل لحظة. هناك الروتين، هذا الروتين قاتل، هذا الروتين من سنوات ماضية، من سنوات قديمة، هذا الروتين يخلي المؤمن من بداية هذا الشهر يدخل في هذا الروتين، ولو هذا الروتين هو جزء من توفيق الإنسان، ولكن توفيق غابر، غابر يعني ماضي. الإنسان من ساوى يوماه فهو مغبون. بداية هذا الشهر الفضيل تبدأ رحمة بلا حدود من الله تبارك وتعالى. الأرقام الواردة كناية عن تلك الرحمة اللامحدودة، لابد كثير سامعين. هذه الرحمة اللامحدودة كيف يمكن للإنسان أن يحرز شيئا كثيرا منها؟ هذه الألفة، هذا الروتين أكبر عائق لتلك الرحمة الإلهية. الماضي يتحكم في الإنسان بلا إرادة، تلقائيا يتحكم في الإنسان. هذا التحكم يجب علاجه، يجب أن يبدأ الإنسان في هذا الشهر الفضيل، يبدأ بداية جديدة، يقرر لنفسه حياة جديدة، سلوك جديد، انطباع جديد، فهم جديد. نفهم شهر رمضان بشكل جديد، هذا الفهم اللي أكل عليه الدهر وشرب هذا بعد ما عاد ينفعنا النفع الكامل، هذا ينفع بس مغبونين، الإنسان مغبون. هذه السيرة السابقة يجب تغييرها، يجب الإنسان في هذا الشهر يتصرف تصرف دون بقية الشهور، لا أقل في خطوة واحدة، لا أقل في خطوتين، يقرر أخلاقيا إيمانيا عباديا إحدى السمات اللي موجودة فيه يرقيها، إحدى السمات المحروم عنها يوجدها أقلا، ولا يكون ذلك عند نهاية الشهر، لا، لأنه الإنسان على كل حال لازم يقرر الآن
ما يدري باكر شنو حقيقة. لا ندري الإنسان وهو في أفضل حال، فجأة الموت يأتي بغتة، فجأة الإنسان يفاجأ. هذا العبد الصالح رحمة الله عليه، الحاج منصور كرم رضوان الله عليه، الآن اجى خبر وفاته وهو على أتم العافية، كان رجل قضى حياته حسب ما شهدت منذ تقريبا 25 عام في خير وفي خدمة الدين وخدمة أهل البيت، بارك الله فيه. هذه عبرة من الماضي، هذا الماضي مالنا، الماضي كله إلهام، يجب على الإنسان أن يستلهم من الماضي. فجأة الإنسان ما ندري حقيقة، إحنا ندرك بعد كم ساعة لو ثبت هذا الهلال في هذه الليلة، بعد كم ساعة أو يوم غد الليل ما ندري. يجب أن يقرر الإنسان في هذه الساعة، في هذه اللحظة، يستلهم من الماضي ويركز على الحاضر ولا يركز على المستقبل. هناك كارثتان في حياة الإنسان، الماضي والمستقبل. دائما الإنسان يؤرقه الماضي ويعول على المستقبل. هذا الأرق الحاصل من الماضي ما يسمح له أن يقرر في الحاضر، هذا تراث متراكم يأرق، الأرق يعيق. يجب أن الإنسان بالنسبة إلى الماضي، من أسماء الماضي، من أسماء في اللغة العربية الغابر، يقولون الماضي الغابر، غابر غابر يعني باقي، إلا امرأته كانت من الغابرين. غابرين يعني شنو؟ يعني باقين. في القرآن الكريم إنسان في صلاة الميت واخلف على أهله في الغابرين، غابرين يعني باقين. الماضي من أسماء الغابر، يوصف بهذا الوصف، ولكن هو اسم الغابر. الغابر يعني شنو؟ يعني باقي. الماضي يترك تركة هائلة على الإنسان. هذه التركة فيها جانبين، جانب إلهام، جانب علم، عبرة لازم الإنسان يعتبر بالماضي، وجانب يترك أثر تثبيطي في الإنسان. هذا الأثر التثبيطي يحتاج إلى علاج، يثبط الإنسان. الإنسان اللي مرت عليه فرص كثيرة لم يتمكن أن ينتشل نفسه من هذه الفرص العظيمة، هذا بعد يحصل عنده في حالة قبول تلقائي، لا إرادي لا واعي، قبول يقبل بهذا الفرض. هذه الحالة إحنا الآن أغلبنا راضين بهذه الحالة، وهي حالة إيمانية لا شك في مستوى، ولكن يجب الارتقاء بها. إلى متى الإنسان يبقى على تلك الوتيرة من العمل الصالح؟ تلك الوتيرة بعد أكل عليها الدهر وشرب. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الحديث في الكافي الشريف، حديث صحيح السند، أكو خلاف في علي بن حديد، أكو خلاف فيه أنه هذا كان رجل طيب أو غير طيب، على كل حال في السند هذا علي بن حديد من رجال تفسير القمي، البعض يعتبرونه من على كل حال معتبر. زرارة ينقل حديث دار بين أخيه حمران، هذا زرارة الجليل مع الإمام الباقر صلوات الله عليه. الإمام الباقر يقول له الحمران، وزرارة حاضر، يقول له كان فد عالم في الزمن السابق، هذا كان عنده ولد، هذا الولد ما كان مهتما، كان عازف عن علم أبيه، ما كان عنده هاجس أن يجي يتعلم من والده، وكان يلح عليه، لكنه كان زاهد في هذا العلم الوفير،
هذه رواية ها مو قصة. علم راح يتبين من خلال هذه القضية أن هذا علم كان ببعض الأمور الغيبية كان عنده علم، يعني جلالة هذا العالم تتبين. فكان يوصيه وما كان يمتثل، كان عنده جار هذا العالم، كان يعاهده هذا الجار يجي عنده دائما، فأخذ يعلمه هذه التركة الهائلة لهذا الجار. في الحديث الشريف: من ضيعه الأقرب أتيح له الأبعد. وعادة هكذا كان، ناس تشوفون أصحاب الأئمة عليهم الصلاة والسلام هؤلاء من آخر الدنيا إجوا، مثل زرارة وحمران وأمثال محمد بن مسلم، هذول اللي الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول لولا هؤلاء لاندرست آثار النبوة. منو كان زرارة؟ رجل كان من غير مذهب أهل البيت، تشوفه واحد مسيحي، واحد ما أدري كذا، يأتي من غابر الحياة يجي يصير على هذه المرتبة من العظمة. وتشوف ناس قرباء من الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا ما بلغوا هذه المراتب، بعضهم أولاد الأئمة عليهم الصلاة والسلام. على كل حال أخذ يتعاهد هذا الجار بهذه العلوم. عندما حضرته الوفاة هذا العالم، استدعى الجار وطلب منه أنه لو يوم من الأيام ابني صارت له حاجة من هذه العلوم التي أودعتك إياها، إذا استعان بك وجاءك لا تقصر معه. ثم وصى ابنه أنه لو جاءتك حاجة وكنت محتاجا إلى ما فرطت فيه في أيام حياتي، فهذا الجار هو الذي أودعته كل هذه العلوم. ومات الإمام الباقر صلوات الله عليه يقول: الولد مكث طويلا، في يوم من الأيام ملك ذلك الزمان رأى رؤيا وحصل عنده ريب، سأل عن هذا العالم حتى يفسر له هذه الرؤيا، قالوا له إنه مات. سأل عن أنه هل ترك ذرية، لابد ابن العالم يقولون نصف العالم يقولون، فسأل عن ذريته هل ترك ولدا، قالوا نعم، فاستدعاه قال علي به. اجوا خبروا الولد أن الملك يطلبك. خاف الولد أنه شنو راح يصير، شنو راح يسألني، لابد يسألني أمور ما راح أتمكن على الإجابة، فتفضحني. فتذكر وصية أبيه، جاء إلى الجار وسأله، قال القضية كذا وكذا. الجار نفعه، قال له أن الملك قد رأى رؤيا. شوفوا كيف يعلم الجار، شوفوا هذه العلوم التي كان زاهدا فيها هذا الإنسان شنو كانت من علوم. قال له: روح قبل ما يسألك قل له أنت شايف رؤيا وتفسير رؤياك كيت وكيت، مو بس يبين التفسير بل يبين أنه سبب هذا الاستدعاء شنو. اجى الولد، قبل عندما بين له حاجة الملك فيه، أخذ الجار يلح عليه أنه شوف الملك لابد ينطيك شيء كبير كثير وافر، لازم نتقاسم هذا الشيء اللي تتحصله. أخذ عليه المواثيق، أخذ يلح عليه الجار أنه تطي كلام، تحلف أن كل ما تحصد من هذه العلوم بيننا، بينك وبيني. فأعطى مواثيق وغلظ المواثيق هذا الجار على هذا الولد، ثم
رخصه. اجى دخل على الملك وقال هذه الكلمة. القصة معروفة، الرواية في الكافي الشريف، راجع الرواية، رواية جميلة طويلة. قال له الملك انبهر انبهار شديد، بحيث حمله أموال هائلة. اجى بالطريق هذه الأموال، استيقظ في داخله الطمع، العياذ بالله العياذ بالله. خاطب نفسه، قال لنفسه أن هذه الأموال لو أنا أذبح روحي ما أقدر أصرفها كلها، أموال بلا حدود، فليش أروح أنصفها؟ وما راح فد يوم بعد أحتاج إلى مال وأحتاج إلى هذا الجار، شي يفيدني الجار بعد حتى إذا كان مهما كان، أنا هذه تكفيني. صار يستكفي في هذه الأموال، وقال أنا حتى إذا أصرف ما أصرف ما تنفد هذه الأموال، فليش أروح أقسمها؟ وما راح يوم أحتاج حتى مرة ثانية أخجل وياه. فعلى كل حال عدل عن كل ما استوثقه الجار، وكل ما أعطى من كلام، أخذ داره وراح انفرد بالمال. لم تمض أيام، أو على كل حال جزء من الدهر، إلا وأن هذا الملك مرة ثانية ابتلي برؤيا، وأصابته على كل حال دهشة، قلق أصابه، مرة ثانية بعث على هذا الولد. فانحرج، شي يسوي الآن؟ الآن راح ينفضح، فماكو شارة حقيقة، ماكو شارة إلا ويراجع هذا الجار مرة ثانية، هذا اللي غدر به. وشلون غدر؟ بكل المواثيق. بس شي يسوي؟ الملك يذبح، يخوف. فأجى إلى الجار معتذرا على كل حال، والنتيجة قال له أنا استولت علي نفسي كذا، واعتذر منه، قال له أنا مرة ثانية طلبت، شنو القضية؟ الجار لم يبخل عليه مرة ثانية على كل حال، قال له أنه قد رأى رؤيا وتفسير هذه الرؤيا كذا كيت وكيت، بس مرة ثانية هالمرة لا تخلف الموعد، ها إذا أعطاك شيء بيني وبينك نتقاسمه. وأخذ عليه مرة ثانية المواثيق المغلظة، وهالمرة انطى كلام بكل صورة أن يتناصف. راح عند الملك، والملك على كل حال مرة ثانية استغرب أن كيف هذا الولد يعلم الغيبيات، بعض الغيبيات، كيف يخبره عما جرى له في الرؤيا مو جرى له في أمام الناس. على كل حال مرة ثانية فرح فرحا شديدا، وحمله أموال طائلة، مبالغ هائلة. مرة ثانية في الطريق جاء إبليس العياذ بالله، ووسوس في نفسه، قال هذه الأموال اجت على تلك الأموال، وانت تلك ما تقدر كنت تفنيها، تلك الأموال ما كنت قادرا على إفنائها، فكيف هذه بعد؟ خلاص بعد، حتى لو مرة على كل حال استدعيت بعد ما تحتاج ما تروح. أيضا أعرض وأخذ داره، وما راح عند هذا الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام. يقول جاءت هذا الولد نوبة ثالثة، وصارت على كل حال، والملك بكل قوة استدعاه في هذه المرة. شي يسوي؟ راح عنده مرة ثانية مرة ثالثة، ذهب إلى الجار ودار ما دار. على كل حال في هذه المرة راح إلى الملك وحمله أموال، هالمرة وفى بعهده، إجت للجار قال له هذا نص هاي الأموال، أنا هالمرة بعد المواثيق وفيت فيها. الجار قال له أنا ما كنت أريد هذه الأموال، أخذها كلها إليك، أنا كنت أريد على كل حال أمتحنك، أختبرك، وأعلم أن تلك القصة الإمام الباقر ينقلها، أنه في تلك المرة الأولى كان الزمان والسنة، ما أدري الوقت، زمان الذئب حسب رواية الإمام الصادق الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، والذئب غدار، ذئر يفتك، وأنت كنت مثل الذئاب. الجار يقول له
وفي السنة الثانية في المرحلة الثانية كان العهد عهد النعجة، النعاج، ما أدري باسم الزمان باسم، والنعجة تهم بشيء وتقدم ثم تنصرف. هذه حالة كانت عليك أيضا كما كانت على بقية الناس، فلذا أيضا أردت أن تفي بعهدك انصرفت، ولكن هذا الزمان زمن الميزان، فلذا أنت قدرت. هذا كلام الإمام الصادق ينقل عن هذا العالم، هذا الجار لذلك العالم وهو عالم أيضا، أنه زمن الميزان. لذا تمكنت من أن ماذا؟ من أن تفي بالشيء الذي تقبله ترضاه. هذه عبرة حقيقة كبيرة. كثيرا ما الإنسان يعي شيئا، يقبل، يصدق شيئا، ولكن ما يتمكن. هذه مصيبة كبرى في الإنسان حقيقة. يدري لازم بعض الأمور ما يسويها بس ما يتمكن. شهر رمضان الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يسأل النبي صلى الله عليه وآله في تلك الخطبة الشهيرة، خطبة شهر رمضان، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، يقول أي شيء أفضل الأعمال في شهر رمضان؟ قال صلى الله عليه وآله أفضل الأعمال الورع عن محارم الله. هذا أفضل الأعمال، هذا الشيء اللي الإنسان يدركه بكل وجوده يدركه بس ما يتمكن عليه حقيقة، ما يتمكن عليه. هذا الشهر فرصة للقدرة على هذا الشيء اللي الإنسان يعيه، يتمكن أن يغير مسار حياته. هذه فرصة موجودة بس تحتاج إلى استغلال، تحتاج إلى اهتمام، تحتاج إلى تصميم. قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام إنما هي عزمة، إرادة واحدة، هل الإنسان يقرر؟ مو معلوم إحنا في المستقبل عندنا مجال أم لا، الماضي هم ماضي ما يخالف. أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول كل عمرك حياتك كلها بمثابة هذه ساعتك اللي الآن موجودة، ما يخالف. إذا الإنسان فرط هذا التفريط لا يعيقني من أنه أقرر الآن مهما فرطت. الله في القرآن الكريم يقول بالنسبة إلى الكفار، إذا الإنسان كافر على كل حال يغير من واقعه، الله يعفي عنه كل ما مضى حتى بالنسبة إلى الكفار. آيات متعددة، قال تبارك وتعالى، لاحظوا هذه الآية، الله تبارك وتعالى يقول قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. إذا يريد يرجع شوف الأولين شنو صارت، مضت، هذا الماضي. الإنسان لازم يعتبر ليعود. إذا تمكن، هذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قال صلى الله عليه وآله كلام رسول الله من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ بما مضى من ذنبه. والله بشارة، بشارة بلا حدود، لم يؤاخذ. شنو أكثر من هذا يريد الإنسان؟ إحنا والله أكبر نعمة من الله علينا أن لا يجيب طاري تاريخنا، هذا بعد شنو نريد؟ أكو نعمة أعظم من هذه؟ خلاص الماضي. من أحسن فيما بقي من عمره لم يؤاخذ، مو لم يعاقب. تدري المؤاخذة مو أقل من العقاب. الله يوم القيامة الله يقول له ليش؟ هل قدت انطيتك نعم؟ هل مقدار انطيتك قوة وعقل وإدراك؟ شلون انت سخرت كل هذه الطاقات في معصيتي؟ تدري هذه المؤاخذة ايش قد صعبة؟ مؤاخذة أسوأ من عذاب الله، مؤاخذة الله. الإنسان حقيقة صعبة، هذه بشارة، هذا ضمان من رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول بالضمان لم يؤاخذ. لم يؤاخذ بماذا؟ بما مضى من ذنبه. ومن أساء فيما بقي من عمره أخذ بالأول والآخر.
العياذ بالله. مو معلوم احنا حالنا شنو، حقيقة بعد ساعة مو معلوم. حتى إذا ما أدركنا شهر رمضان، الإنسان يقرر الآن قرار، إنما هي عزمة، قرار واحد خلاص، ولو مقدار. إذا الإنسان تمكن أن يغير ولو شيء بسيط، الباقي رب العالمين. رب العالمين يقول عبدي أنت تحرك بصوبي شبر، أنا أجي بصوبك باع. الإنسان إذا غير شيء بسيط، الباقي على الله تبارك وتعالى. الله يسدده، الله يعينه على هذه التوفيقات العظيمة. رسول الله صلى الله عليه وآله في هذه الخطبة، أختم حديثي بهذه الخطبة الشهيرة التي ألقاها في مطلع هذا الشهر، قال أيها الناس، هذه آخر مقطع من هذه الخطبة، هذا آخر مقطع. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم ألا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة أو مغلقة، ماكو فرق صيغة. على كل حال، زيادة المباني تعطي زيادة المعاني، مغلقة أو مغلقة. فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة، فاسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم. هذه ثلاث أسئلة يختمها رسول الله صلى الله عليه وآله. إلهي لا تسكر علينا أبواب الجنان، أنت فتحتها فاجعلها مفتوحة طيلة أيام العام السنة، وما كما جعلت أبواب النيران مسكرة مغلقة موصدة، اجعلها كذلك طيلة أيام العمر، مو بس السنة، هذا الشهر، الدعاء في شهر رمضان. وكما جعلت الشياطين مغلولة، اجعلها مغلولة علي، لا تسلطها علي طيلة أيام عمري. هذه أدعية جدا مهمة، ولكن في جنب الدعاء قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاءكم. القرآن الكريم يقول وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر، الله أكبر.